مرحبا بكم من جديد في شوفي ما في. أوقات صيفية هي في الغالب أوقات شاطئية، لذلك إذا كنتم تريدون أن تكونوا في قمة لياقتكم ركزوا مع فراس وآمي في هذه التمارين الشاطئية الخمسة الأفضل لهذا الصيف. مرحبا، انا فراس، والتوب 5 اليوم رح تكون عن افضل 5 تمارين لتحافظوا على جسم صحي ونشيط على البحر. بالطب الخامس اليوم عندنا تشغيل عضلات الرجلين. هذا التمرين كثير مفيد لانه بيأثر على تقوية الجزء السفلي من الجسم. من فوائده انه بيقوي الارداف والارجل، انه يشغل عضلات الفخاد ورباعيات الرؤوس وبيدعم اوتار الركبه، وبتقوية مجموعة هالعضلات بنكون عم نسرع الميتابوليزم، وبيساعدكم كثير اذا كنتوا حابين تنقصوا وزنكم، بنفس الوقت بتنقص كمية الدهون الزايدة باسفل جسمكم. فاذا تمرين الرجلين بيحسن المظهر جسمكم وخاصة الارداف والافخاد والارجل. تمام، حنبدا بتمرين تشغيل الرجلين. حنبدا بوضعية الوقوف، الصدر لازم يكون جالس، الاكتاف الى الخلف. بعدين بنبدا بخطوه بالرجل القدم اليسرى الى الامام، تكون خطوه واسعه. حنضغط بكامل جسمنا والوزن على الفخذ الايسر، حننزل بالركبه الى الارض تقريبا تلامس الارض. بعدين سوف نضغط برجلنا اليسار الى الضغط الى الاعلى، نرجع لمستوى الوقوف. بالطب الرابع عندنا تمرين لتقوية وتجميل عضلات البطن باللوحة الخشبي، وهيدي التمرين أيضا بيشمل تمرين الصدر، الكتاف والإيدين، يعني بيساعدكم لتكتسبوا جسم متين وعضلات جميلة وخاصة عضلات البطن. من فوائده أنتوا عم بتقوموا بتقوية عضلات البطن، التمرين هيدا بيزيد المرونة لعضلات الخلفية كمان. كل ما كان التمرين أطول كل ما تحسن مظهر عضلات البطن أكثر، لأنه كمية الدهون اللي عم تنحرق كانت أكبر. فإذا التمرين هيدا بيساعد كمان على تخفيف الألم الظهر، لأنه كل ما قويت العضلات نقص الألم. الإيدين على الأرض سيدة مستقيمين، بعدين بتنزل بتضغط على الأكواع في وضعية مستقيمة، نفس بانتظام، تضغط على عضلات المعدة إلى الداخل وتنفس بالانتظام مع الحفاظ على وضعية الظهر سيدة كاملة. بالمرتبة الثالثة عندنا تمرين متسلقين الجبال. هذا التمرين مركب لأنه بنفس الوقت ممكن عم نمرن المفاصل والمجموعات العضلية. من فوائده الجري بنفس المكان بيهدف إلى تقوية الأرداف والأرجل بما فيها العضلات رباعية الرؤوس وأوتار الركبة، وكمان تقوية الجزء العلوي للجسم سواء كانت منطقة الظهر أو الأوراك أو منطقة البطن. مرنوا بعزم حتى تحافظوا على توازنكم. تمارين التسلق الجبلي فيهم فايدة كتير كبيرة بزيادة مرونة المفاصل. تمرين التسلق الجبلي معروف كونه مجعول لتقوية الجزء السفلي لجسم الإنسان، لكن التبديل الدائم لحركة الأجسام بيقوي نشاط القلب، وهذه إضافة مهمة لصحة قلوبكم والشرايين. التسلق الجبلي هو من أهم التمارين الرياضية عندي، لأنها التمرين بيحرك معظم أجزاء الجسم ويحرق سعرات كبيرة، سعرات حرارية كبيرة. والآن خلينا نشوف كيف نسويه. بننزل بالذراعات على الأرض، الأقدام سيدة، الأكتاف إلى القدم بتكون باتجاه مستقيم، بنرفع الركبة اليمين باتجاه معاكس مع اليسار، نضغط باتجاه الصدر، 1 2 ممتاز. طبعاً لازم يكون في تنفس بانتظام ويكون الظهر مستقيم إلى القدم. بالتوب 2 عندي على الليستا هي رياضة تمرين كامل الجسم اللي هي بوربيس. هذه الرياضة محبوبة من قبل كثير من الناس لأنها مرهقة، ومعكم حق لها فوائد كثيرة.
من فوائده البوربس هو تمرين مكثف لكامل الجسم، الشيء اللي بيخليه يحرق كمية كبيرة من الكالوريز. في دراسة بينت انه هالنوع من التمارين عالية الكثافة مثل البوربس بتحرق لحد 50% دهون اكثر من التمارين الاخرى. مع كل اعادة انتم بكونوا عم تشغلوا الذراعات، الصدر، الحوض واوتار الركبة وعضلات البطن كلها بنفس الوقت. بعد عدد قليل من مجموعة البوربس انتم بكونوا عم تحسوا اجريكم مثل رصاص. سوف ادي تمرين البربيز. بداية بنبدا بوضعية القرفصاء بالنزول كوضعية القرفصاء مع وضعية اليدين الذراعين على الأرض مع الدفع إلى الخلف مع ثم الدفع إلى الأمام مع القفز وتشغيل اليدين إلى الأعلى. سبوت نمبر 1 اليوم هو التمرين القرفصاء. هيدا افضل تمرين عندي لانه فعلا بكونوا عم بتحركوا كل اجزاء الجسم. من فوائده القرفصاء او سكوات هو واحد من احسن التمارين العالميه التي تساعد الجسم على ان يكون بانشطه في الحياه اليوميه على احسن وجه. حركات السكوات تكون عضلات في كامل الجسم، هي تكون عضلات في الرجلين وتخلق بيئه نشيطه تسمح ببناء عضلات في كامل مناطق الجسم. كل هذا بنزيد عليه حرق كميه كبيره من الدهون، النتيجه ان تكون جسم لايق ولا شيء على الشط. نبدأ بتأدية التمرين كالتالي: الصدر جالس، وضعية الأكتاف تكون للخلف، القدمين موازيان للأكتاف، بتبدأ عملية النزول إلى الأسفل بوضع مستقيم، الركب تكون بتسعين درجة والنزول يكون تقريبا إلى هذا الحد، الركب لا تتجاوز أصابع القدم، الصدر إلى الأعلى، الظهر يكون مستوي ثم إلى الأعلى. جربوا هالتمارين المميزة لتحصلوا على جسم رائع خلال موسم الصيف. أنا فراس، شوفكم المرة الجاية.